عندنا هنا عربية، تمام؟ العربية دي وزنها 2000 نيوتن، والأكسلريشن الزيادة في السرعة 4 meters per second squared. بتشدها لليمين 10,000 نيوتن، وللشمال ما نعرفش، مطلوب منا إن احنا نعرف كام نيوتن بيشد عليها لورا. هي عربية فعلا اتحركت قدام، تمام؟ لأن هنا في بوزيتيف، ودي علامة بوزيتيف ودي نيجاتيف، فأكيد أكيد يعني الإجابة دي مش هتكون أكبر من 10,000 نيوتنز. طب هنحسبها إزاي؟ هنحل المسألة دي عشان إحنا فاهمين إن النت فورس بتعادل الماس تايمز الأكسلريشن. طب يعني إيه؟ عايزين نفهم تحديديا يعني إيه نت فورس. العربية، الطيارة، الموتوسيكل، أي أوبجكت بيتحرك، تمام، بيكون في فورسز بتأثر عليه. في فورس بتحركه لقدام، ودي فورس المحرك، وفي فورس بتدفعه لورا، ودي مقاومة، دي فريكشن الهواء، دي فريكشن المحرك من نفسه، دي فريكشن العجل. بيكون في فورس بتدفعني لورا. طب الفورس دي، تمام، والفورس دي لما تعمل الكبير ناقص الصغير وتساويه بماس تايمز اكسلريشن، كده انت معاك الايكويشن كلها. طب تعالى بينا نحلها. 10,000 نيوتنز ماينس باكورد اللي هو الورا اللي احنا ما نعرفهاش بكام، ايكوالز الماس تايمز اكسلريشن. الماس بتاعنا بكام؟ ب 2000، والاكسلريشن بتاعتنا ب 4، يعني قول 8000. 8000 نيوتنز يا سيدي. نقدر نحسب دي، نقدر نحسب دي، مش مشكله. هتبقى الباكوردز، تمام، لو عملنا بيسك الجبرا هتكون في 2000 نيوتن لورا. ف 2000، عايزين نتأكد، عايزين نتأكد، مش مشكلة. 10,000 ماينس 2000 ده هيكون بكام؟ ب 8000. يبقى القيم المحطوطة لك ماس تايمز اكسلريشن، كده انت ماشي في الطريق الصح.